ولد يوسف لمعلم شكل. أمي عملت إيه لما نجحت يا بوي؟ عملت صينية بطاطس. أقعد يا بوي، دي باللحمة مش هتفرق. جميعنا نتذكر هذا المشهد ونحفظه عن ظهر قلب من فيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية، وجميعنا أيضا أحببنا والد البطل عم الدهشوري، ولكن حاله كحال نجوم الصف الثاني لا نعرف الكثير عنه، بل ولم نعرف أيضا اسمه، لذا سنتعرف عليه أكثر في حلقة اليوم، تابعونا. إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. إنه محمد يوسف، من مواليد 27 يونيو عام 1928، مثله كمثل أبناء جيله في تلك الفترة. كانت بداياته الفنية من خلال برنامج ساعة لقلبك، فانضم للفرقة وقدم من خلالها أشهر السكتشات الكوميدية، وكان أيضا يقوم بالتقديم في ذلك البرنامج الإذاعي الشهير. اشتهر بشخصية المعلم شكل التي أحبها الجمهور وبرع هو فيها، فكان يؤدي الشخصية بطريقة كوميدية بسيطة، ولكن بذكائه قرر أن ينفصل عن تلك الشخصية خوفا من انحصاره في تلك الشخصية وعدم تقديمه لشخصيات أخرى يستطيع أن يقدمها بكل سهولة ويسر. وعند انفصاله عن شخصية المعلم شكل، قدم شخصية الأب في الأفلام الكوميدية، وبدأت تتوالى عليه العروض الفنية. بجانب عمله في الفن، عمل أيضا بالتدريس وأشرف على المسرح المدرسي، وقدم من خلال عمله أجمل الأعمال المسرحية مع الفرق المسرحية المختلفة، ومن ضمن هذه الأعمال الدخول بالملابس الرسمية، اصحى يا نايم، حواء الساعة 12، ونمرة 2 يكسب. مثل حوالي 50 فيلم، منها عكر، صعيدي في الجامعة الأمريكية، عبود على الحدود، خالتي فرنسا، صاحب صاحبه، الساحر، جاءنا البيان التالي، الإرهاب والكباب، أرض النفاق، وفوازير أبيض وأسود، بجانب بعض الأعمال التلفزيونية من أشهرها مسلسل أوبرا عايدة. وفي يوم 28 من فبراير عام 2004 كانت النهاية، حيث رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 75 عاما. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.